النهارده رئيس مصر القس سعيد استقبل محمد العقربي رئيس الجمعيه المهنيه التونسيه للبنوك والمؤسسات الماليه. الرئيس التونسي طالبوا منهم يبذلوا جهد اضافي خلال الفتره المقبله اللي بتمر بيها البلاد وفي الفتره الحاليه طبعا، يعني وان يكون في اصطفاف، لانه ان لم يكن هناك اصطفاف في الداخل التونسي فقطعا يعني هتكون الامور صعبه. في تطورات اكيد كتير بتحصل في تونس هذه الفترة، نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نحاول نتلقى إن شاء الله اتصال هاتفي مهم من تونس أو مداخلة مهمة من تونس عشان نفهم تفاصيل ما يحدث في المشهد السياسي التونسي. شهدت تونس منذ عام 2011 الكثير من التغيرات والأزمات، لكن هذه المرحلة من الانتقال السياسي تعد أكثر تلك الأحداث دقة وأشهدها حساسية على الساحة التونسية منذ ذلك التاريخ. وقد تزامنت هذه التغيرات مع الذكرى 64 لإعلان الجمهورية، وبدأت مع انطلاق احتجاجات واسعة على إثر الأزمة السياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان. شهدت الاحتجاجات اقتحام المتظاهرين لبعض مقرات حركة النهضة، واستحالة من الغضب الشديد في الشارع التونسي من جماعة الإخوان المسلمين وزراعوها السياسي في تونس، وهو حزب النهضة التونسية، وهو ما دفع الرئيس التونسي لاتخاذ مجموعة من القرارات الهامة أبرزها فرض حظر التجوال وتعليق عمل البرلمان وإعفاء الحكومة. العديد من ردود الأفعال الدولية صدرت في أعقاب التطورات الأخيرة اتفقت معظمها على دعم خيارات الشعب التونسي، منها قرارات الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد الذي حرص على تأكيد عدة مرات خلال الأيام الماضية على دستورية قراراته واحترامه لنصوص ذلك الدستور الذي كتبه الشعب التونسي. ردود الأفعال الدولية أكدت جميعها على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشارع التونسي ونبذ العنف الذي تلوح به جماعة الظلام، وتؤكد مصر في موقفها الرسمي المعلن أهمية احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية بهدف تحقيق الاستقرار وحل الأزمة الاقتصادية وتحقيق الأمن هناك. من مصر، ياسمين جبريل.